وما أكيت روى عن الأحكام والفتوى وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى وفقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا صحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس حياك الله شيخ أهلا وسهلا بكم شيخ ما زلنا في نغوص في قضايا الطلاق قضايا طويلة اليوم يعني أحد أوجه أو طرق التفرق بين الزوج وزوجته هو قضية الخلع لو نبدأ بقضية تعريفه وأحكامه في العموم الخلع نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحقيقة كلمة الخلع يعني المادة مادتها من خلع يخلع نعم معنى أزال هذا الأصل فيها الإزالة والخلع فيه إزالة إزالة العصمة طبيعة الحال فهو يشترك مع الطلاق فهو طلاق إذن لكن الفرق بينه وبين الطلاق في أمور منها أن الخلع نفسه هو طلاق بمعاوضة يعني تدفع المرأة فيه شيئا من المال أو من السلع التي تؤول إلى المال إلى آخره على أن يطلقها زوجها وهذه المسألة لا تلجأ إليها المرأة إلا في النادر النادر هذا إما أن تكون لا ترغب في زوجها خلاص لا أكثر ولا أقل يعني سائمت معيشته سواء هو كان مستقيما أو كان غير ذلك لا يتر علينا ذلك وتارة يكون هو الظالم لها والمضار لها فتلتجئ إلى هذا الخلع يعني لتتخلص منه تدفع له مالا نعم معين كثيرا أو قليلا حسب ما يتفقان وتارة يكون المضار من الجهتين منها ومنه فهذا المهم قضية هو طلاق يطلب من الزوج على أن تدفع الزوجة مالا له نعم هذا التعريف نعم. متاعه طيب شيخ لو تحدثنا عن حكمه هل حكم يعني زي الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة أم له حكم خاص به لا هو الخلع هذا إذا كانت المضارة من الرجل يحرم عليه ذلك يحرم عليه أن يأخذ منها مالا في نظير طلاقها نعم أما إذا كان المسألة منها هي أو من الفريقين فلا بأس بذلك وقد حدث ذلك في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال الصحابي الذي سائمت معيشته زوجته قال تردين عليه حديقته حديقة لدفعها في المهر قالت نعم فرد الحديقة ردت الحديقة إلى الرجل فطلقها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن طلب المرأة المخالعة من دون يعني سبب معتبر شرعا ما حكمه يعني هذه مضارة هي مضارة إذا كان هي هكذا نعم بدون سبب نوع من المضارة هذه فيجوز لها ذلك مقابل أن تعطي عوضا للزوج يجوز لها أن تتخلص منه لكن يرد هذا المال إذا كان الضرر من الزوج لكن إذا كان هي سائمة المعيشة مع هكذا أحيانا تصير هذه يعني الأمزجة لا يعني يركب بعضها على بعض وكذا يعني موضوع نفسي قد يكون هذه نعم تكون مباحة نعم مباحة ترجع إليه مالا
ويطلقها. وبهذه المناسبة التي يختلف فيها الخلع عن الطلاق أن الخلع طلاق بائن بعكس الطلاق العادي. نعم يعني ما فيش رجعة وحده هو إذا كان إلا إذا كان هي الأخيرة هذيك مسألة أخرى. لكن في الحالات العادية إذا طلقها مخالعا لها فهي تطليقة لكنها بائنة. بائن بينونة صغيرة. إذا كان أيوة إذا كان أراد أن يرجعها إلى عصمته فلا بد من عقد جديد ومهر جديد إلى آخره وولي جديد إلى آخره. نعم. طيب شيخ نواصل الحديث نأخذ بس قبلها اتصال الأخ أحمد من بنغازي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخ أحمد. تفضل. ألو. تفضل أخ أحمد أرفع صوتك قليلا وتفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ تفضل أخ أحمد أنت على الهواء سؤالك لو سمحت. عندي يا شيخ واحد صاحبي داير حجز مع واحد أخرى توفى لمه حادث مع شخص آخر توفي الشخص اللي معه. نعم صاحبك اللي كان يقود في هل عليه صيام ولا لا؟ صاحبك اللي كان يقود السيارة اللي حصل لها الحادث. الو اخ احمد لو تسمعنا من الهاتف هل صديقك هو اللي الذي كان يقود السياره؟ نعم. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. علي من بنغازي السلام عليكم. اخ علي السلام عليكم تفضل. أخ علي من بنغازي السلام عليكم. ما يسمعش فينا يبدو. طيب إلى أن يعود نواصل ممكن يعود الاتصال بينا. طيب شيخ تحدثنا عن الفرق بينه وبين الطلاق وعن حكمه عموما. لفظ هذه المخالعة كيف تقع؟ هل لفظها مثل لفظ الطلاق أم لها ألفاظ أخرى خاصة بها؟ يمكن أن يقع الطلاق الخلع عفوا بنفس المادة خالعتك وكذا أو يقال يعني طلقها نظيرة كذا فيذكر الطلاق ويذكر معه المال. وأجاز علماؤنا أن يقع ذلك معاطاة يعني تدفع النقود ويطلقها فهو خلع أيضا. نعم طيب شيخ ذكرت أن المخالعة طلاقها يعني بائن بينونة صغرى إلا إذا كان ثالث مرة. عدة المرأة في هل للمرأة في عدة أم ليس له عدة؟ الطلاق لابد له من عدة. الطلاق مهما كان طلاق سكان رجعي أو بائن لابد له من عدة. فالعدة ضرورية إذا كان رجعيا إلا لزوجها أن يرجعها إلى عصمته ما دام لم تنقضي بعد بكلمة ذكرناها رجعت زوجتي إلى عصمتي مع نية أو مع نية وفعل. أما بالنسبة للبائن طلاق البائن فلا تحل له حتى يعقد. نعم يعني تعاقد عليها. إذا كان هو المطلق يجوز له أن يعقد عليها حتى في حال عدتها طلاق البائن. أما إذا كان العاقد أو المتزوج أو الزوج أجنبيا ليس هو زوجها الأول فلا يمكن ذلك إلى أن تخرج من عدتها. يصبح الزوج كأنه مثله مثل الآخرين. نعم. طيب شيخ نأخذ اتصال معنا الأخ محمد من الزاوية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل أخ محمد. السلام. والله السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك لو تسمعنا من الهاتف بارك الله فيك. والله يا شيخ في واحد متهجم علي قدام الحوش وضربته يعني وبعد يومين ومات. ما حكمه؟ هو تهجم عليك؟ هو تهجم علي. كيف تهجم عليك؟
تهجم عليه أمام البيت، قال فضربته فبعد يومين توفي. نعم. طيب في سؤال تبي تسأله له شيء؟ لا. طيب علينا معنا الأخ علي من بنغازي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو تسمعنا من الهاتف بارك الله فيك أخ علي. نسمع فيك عايز. تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، تفضل سؤالك. طيب شيخ. تسمعنا من الهاتف بارك الله فيك. نسمع فيك تفضل. كنت أكملنا فيك سؤال يا شيخ معلش. تفضل تفضل أنت على الهواء. أنا من سنوات. ماذا؟ عندي ضعف جنسي. وزع ثلاث مرات ما صار شيء ضعف مني. ما فهمت الشيء سؤال. لو تخفض صوت الهاتف والتلفزيون وتسمعنا كوي من الهاتف وترفع صوته قليلا بسؤال. والسؤال الثاني به لو تخفض صوت الهاتف و في اتصال آخر غير أخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، معك طيب نهارك. أهلا وسهلا بك، مرحبتين بك. ألو، تفضل نسمعه. يا حضرة الشيخ أنا عندي سؤال لك. طبعا عندي ولدي مرضعات جدا، طبعا إسلام هذا فوق 30 سنة يعني، وجاء القدر أن أتزوج بنت خالته يعني. تزوج ابن خالتي. الحكمة في الدين. إيش الحكمة في الدين؟ مش هو ابنك. سؤال ماذا ابنك رضع من خالته؟ لا رضع من جده. ما من جدته. أمه. رضع من أمه. وشاءت الأقدار أن يتزوج ابن خالته. ابن خالته. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. ياسمين من صبرات، السلام عليكم. عليك السلام. تفضلي أختي ياسمين لو تسمعين من الهاتف. حضور الأفراح اللي فيها منظومة وغناء. حضور الأفراح فيها غناء يعني منظومة، شنو حكم فيها غناء؟ طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. في اتصال آخر ولا نوصلنا؟ طيب شيخ، تحدثنا عن قضية الخلع قبل ما نجيب عن الأسئلة. أحد المسائل اللي تطرح في قضية الخلع، هل يجوز لولي الزوجة أن يطالب بالخلع نيابة عنها، يعني والدها أو وليها من أهلها؟ هي الأصل فيها أنه مباشرة من نفسها كذا لا يجوز له، لكن إذا كان هو عن اقتراح من ابنته أو وليته نعم يجوز له أن يخالع عنها، بل حتى يدفع عنها هو النقود. نعم. طيب شيخ، فيه بعض الأسئلة وصلتنا منها سؤال متعلق بقضية الطلاق، وهو قضية مؤخر الصداق اللي يذكر في عقد النكاح، هل يطالب به الزوج على كافة الأحوال شرعا؟ يقول لك مثلا هو مهرها مقدم كذا ومؤخر كذا، أو هو يطالب به حال الطلاق فقط عرفا وشرعا وقضاء؟ كيف يطالب به الزوج؟ هو الأصل في المهر، أصل فيه أن يكون مقدما، أن يشهر اسمه مؤخر، لكن يجوز ذلك، يجوز أن يجعل جزءا منه مؤخرا، بل يجوز أن يجعل يعني المهر كله مؤخرا، ممكن هذا، لكن الأصل فيه أن يكون مقدم كله. وبالنسبة للإمام مالك كره تأخير المهر، يعني عند التعجيل هذا هو المطلوب. لكن على كل حال إذا سمي المهر نكاح صحيح ويصبح دين من الديون. بالنسبة للمرأة إذا كان أطلق هكذا بدون تاريخ فللمرأة أن تطالب به. نعم، وإحنا يعني لتطالب به متى شاءت، ويعني إذا كان لم تطالب به يستمر دينا عليه، ولكن عن أكثر العلماء أنهم يستحب أن يدفع منه على الأقل ربع دينار، يعني أقل المهر.
ربع دينار اللي هي ايه؟ الدينار الشرعي هو 4 جرامات وربع ذهب. ذهب نعم. والربع بتاعها معناها جرام فاصلة بما يكون 6.5 من 1000، 1.6 من 1000 مش من 100. نعم. فيعني دينار ربع على كل حال ذهبي. وهو يعني بالجرامات يساوي قلنا جرام فاصلة كذا. بالنسبة إلى إذا لم تطالب به يستمر إلى إحدى الحالتين، إما الطلاق أو الوفاة. إما أن يطلقها خلاص بعدها ما عادش لازم يدفع إلا المهر وهو دين مديون، أو تحدث وفاة. أي وفاة؟ وفاة له أو لها، سواء سواء يجب أن يدفع عند يد المهر. نعم كاملا، كان هو اللي توفى هو من تركته دين هذا، والدين مقدم على الوصية، على الوصية ومقدم على الميراث كذلك من باب أولى. وإذا كان ماتت هي كذلك لورثتها، ويجب أن يعجل ذلك لها. نعم نعم. طيب شيخ ناخذ اتصال معنا الأخت أم محمد من سبها. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، تفضلي أخت أم محمد سؤالك. عاوز أسألك سؤال. أنا حلفت يا شيخ على لحم الدجاج، قلت ما بناكل لحم الدجاج إن شراه جوزي بالبيت فيه دم أبويا، ولحد الآن ما أكلته من لي 6 شهور، فما حكم ذلك؟ يعني قصدي صيغة الحلف بالله سبحانه وتعالى، قسم يعني؟ لا، قل إذا كنت لحم الدجاج أشربته من دم أبي. صيغته إذا أكلت ولم أكله من 6 شهور. وزوجي قال لي لا، أنا ولي أمرك ولازم تأكلي، وأنا قلت لا لا أنا حلفت، فما حكم ذلك؟ وأفيدوني بالإجابة. يجاوبك الشيخ إن شاء الله. أبو محمد من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ أبو محمد. أهلا يا شيخ، الأمور طيبة وأنت فضيلة الشيخ. الحمد لله، بارك الله فيك. بالنسبة للشيخ باي. تفضل. عندي أخوك تجوز باي وبتاع لي 3 سنوات وصار عملية طلاق بينه وبين امرأة. بعد 3 سنوات طلق. ايه وخذي عنده منها طفل هو، عنده كيف مثلا مش وصل لمرحلة الطلاق. تمام. طيب. ولما صار مؤخر طلبت هي المحكمة انها تبي الاثاث تاع المنزل، هل يجوز انه هو يعطيهولها ولا لا يجوز؟ وهي طالبت باثاث المنزل. ايه لانها قصدي المحكمة بديش توقف على قرار الطلاق. اللي هي تبدا راضيه هو نبدا راضي، وهم الزوج راضيين، لكن السبب اللي عارق بالطلاق الاثاث، لان اخوي قال انا مش نعطيه وهي تدي، هل يجوز انا يعطيه لها ولا ما يجوز؟ طيب ان شاء الله يجاوبك. هي طلاق نهائي، طلاق نهائي بينها وبينها، معك يرجع لها ولا هي ترجع لها، طلاق بالتالي. الثالثة يعني الطلقة الثالثة. بارك الله. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. اخت حميدة من بنغازي، السلام عليكم. ايوه الو الو ايوه معك. تفضلي اخت حميده. أيوة. انت على الهواء، سؤالك. ايوه ايوه بنت. ايوه هل معليش نسال الشيخ هل نفسي. ايوه السلام ورحمه الله. تفضلي تفضلي سؤالك انت على الهواء. الشيخ نسال الشيخ على قراءه في الصلاه في سوره الفاتحه. مره صليت يعني صليت ونسيت اني ما قريت سوره الفاتحه في الركعتين الثانيه، يعني هل صلاتي بطلت او صحيحه يعني؟ نسيتي قراءة الفاتحة في ركعة واحدة؟ لا في صلاة يعني 4 ركعات يعني. قصدي نسيتيها في كل الركعات ولا في واحدة من الركعات؟ لا مش في كلهن، لا مش في كلهن. في كم ركعة؟ في الركعتين الأخرى، في الركعتين الثانيين. في آخر ركعتين، طيب. أيوه نسيت المبطلة يعني. جاوبك الشيخ بطلت. إن شاء الله، واضح. أمان. أيوة. السلام عليكم. من صبرات. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أمان من صبرات، تفضلي سؤالك. سؤالي يا شيخ، إني أنا
ما نسمعش المنظومه، ولكن في قالوا لي عندها الزمزانات منظومه بالدف، هل يصح اني نسمعهم ولا لا؟ في الافراح تقصدي؟ اللي يقول لهم زمزانات عرفت يعني. طيب جاوبك. الدف ان شاء الله باذن الله. ماشي. اتصال اخر. طيب شيخ، نبدا باسئله الحلقه الماضيه. الاخ عماد من طرابلس، عماد الدين من طرابلس، يسال عن حكم، قال بعض الشباب يقول ان قول الرجل لاخيه في الجمعه جمعته كمباركه بدعه، فيسال عن حكم ذلك. احنا نتكلمنا كم مره اعتقد حتى لدرجه الملل عن قضيه البدعه. قلنا البدعة متى تكون بدعة؟ إذا لم ترد بها سنة ولا أثر، ويعتقد صاحبها الذي تفوه بها أنها أفضل من غيرها وأنها يترتب عليها أجر في ذلك. أما مجرد كلمة هكذا، جمعتك مباركة، والله يومك سعيد، والله من هالقبيل، هذا لا شيء فيها. هل يعتقد صاحبها أن من قال ذلك له أجر كذا وكذا وحسنة كذا وأنه أفضل ممن لم يقلها؟ إذا لم يكن ذلك بخلده ولم يدر ذلك بخلده فلا شيء عليه. نعم. نأخذ السؤال آخر. الأخ فتحي من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. مرحبتين، تفضل أخ فتحي. أنا والله وصلت نسمع في فضيلة الشيخ يتكلم عن الوالد أو الوالدة متوفوا، فالوالد في بالنسبة للمهر الدين اللي عليه هذا، هل في تقسيم الورثة يعتبر دين؟ من توفي قبل من؟ الشيخ يوضح لنا. الوالد توفى قبل، الوالدة حية قاعدة لكن الوالد توفى. الوالد توفي وعليه مؤخر صداق تقصد صح؟ ايوه. فانا هيك سمعت من الشيخ تو، فما حد نفهم الفقره هذه بالضبط. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. اخ علي من البيضه، السلام عليكم. خير يا استاذي. مرحبا استاذ علي، تفضل. أيوة. سؤالك. مرحبا يا شيخ، شو حالك؟ مرحبتين بك، تفضل. نبغى نسال الشيخ بس عن الفرق ما بين الوهابيه والسلفيه والصوفيه، يعطينا تعريفات للثلاث هذين بس. فرق بين الوهابيه، الوهابية والسلفية والصوفية، يعطينا التعريفات الشرعية. طيب إن شاء الله بإذن الله. طيب أبو محمد، السلام عليكم. أخ أبو محمد. أخ أبو محمد أنت على الهواء، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم الله. تفضل أخ أبو محمد. بالله يا اخي نبي نسالك، انا كنت اشتغل في الدوله، بعد قطاع من الدوله. وبعدين انتقلت لقطاع ثاني من الدوله نفسها، ودرت اخلاء انا اني ما قدمت استقاله وكذا، ولكن تفاجات بعد سنه ان قالوا لي عندك ازدواجيه. عندك ازدواجيه؟ كويس. ايه. المهم الشركه هذه اللي انتقلت لها الثانيه قالوا لي عندك ازدواجيه، وبرا صفي وضعك. مشيت لما صفيت انا وضعي، اتضح ان نزل لي السنه هذه كلها نزل لي فيها معاشات، فكيف ندير في الاموال هذه؟ نزل لك معاشات وانت لا تعمل في وحده من ال، انا انتقلت ودرت اخلاء طرف وقدمت استقاله من الطرف الاول او القطاع الاول. بعدين لك بعد سنه اتضح ان هم ما داروش اجراءات بتاع الاستقاله. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي اختي. نبي الاتصال بالشيخ لو سمحت اخوي. تفضل انت على الهواء، سؤالك. سؤالي يا شيخ، يعني مطلقه بس الطلقة الأولى ما قاليش زوجي، يعني رجعت لي ولا، يعني قصدي رجعت عادي. ما فهمتش السؤال، شنو مطلقة الطلقة الأولى زوجك ماذا قال؟ ما قاليش يعني رجعت لي، بس قال لي يعني رجعت عادي كأني كنت زيارة عند أهلي ورجعت. رجعتي من غير من دون لفظ الرجعة. من غير
طيب يعني وبعدين حصلت الطلقه الثانيه والثالثه وما فيش يعني نرجع انا من غير شيء يا شيخ، يعني نرجع كان يكون فيار ونرجع يعني ثلاث مرات. الثالثه افتني كانت الثالثه بس نرجع من الاولى نرجع عادي كان يحوش اهلي يعني. ويا أختي الكريمة أنت زوجك طلقك مرة وأرجعك دون لفظ الطلاق صح؟ إيه دون رجعني. في مرات أخرى في مرات أخرى بعد الطلقة هذه ولا لا؟ في مرتين يا شيخ مرتين. مرتين غير المرة الأولى ذي ثلاث طلقات. أي ثلاث طلقات من غير اللي رجعني الطلقة الثالثة خلص رجعت لأهلي بس المرة الأولى والثانية نرجع من غير اللي يرجعني كان يكون زيارة ونرجع. يعني خلاص هو الثالثة أنت عند أهلك مش معه يعني. لا مش معه بس الطلقتين نرجع فيهم من غير لا يرجع نرجع ثانيه ونرجع ان زوجها طلقها ورجعها دون لفظ يعني. طيب تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. نجيب شيخ على بقية الأخ عماد الدين أيضا من طرابلس أمس يسأل على يعني يريد توجيه رسالة للليبيين بخصوص قضية صلة الرحم وتقطيع الأرحام اللي يحدث في البلاد. والله هي قضية صلة الرحم يعرفها المسلمون هي وأنا لست في منبر وعظ لكن لا بأس أن نذكر الناس عن صلة الرحم. يعني وردت فيها حديث كثيرة وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووردت حتى أحاديث قدسية نعم تحث الناس على هذه الصلة ولأن هذه أهم رابط في الأول لأن هو الرابط في الأول بينك وبين رحمك ثم تتوسع الدائرة إلى أن تشمل المسلمين جميعا إنما المؤمنون إخوة نعم فهذه ما يستحقش يعني الواحد يتكلم عليها يعني قضية واضحة نعم يعرفها المسلمون نعم. طيب شيخ نستأذنك الذهاب إلى فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نواصل فابقوا معنا. فقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى. بيانك تو ماهوش بيانه بيان النور لا لا للظلام تريد ترد حكمك للفساد عليك حرام ما تمسك دقيقة جوك أحفاد يا طيبك أحفاد من مختار يا شر الخليقة عليهم عهد تحرير البلاد من دجال سارقها السريقة دار دار دارك في السواد يا ليبيا فرحين تم عيدك ونصرك وشكره يزيدك. في الحلقة القادمة من أرشيف وتاريخ تشاهدون حلقة مع الشاعر الشعبي سعد العمروني وذكريات من ثورة 17 من فبراير. أرشيف وتاريخ يأتيكم في الأوقات التالية. فقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخ نواصل الإجابة على الأسئلة منها سؤال من حلقة الأمس الأخ العوامي من البيضة يسأل يقول صهره توفي يوم 6/7/2018 يسأل عن أخته متى تضع عدتها في هذا يقول ما يتذكرش التاريخ القمري متى كانت وفاته فيه. والله يا لو انتبهت للمسألة قبل أن ندخل الحلقة ربما أحسبناها بقضية لا لابد من أن يكون لديك التقويم تقريبها يعني لا مش تقريب حتى تحديدها بالضبط. طالما عرفنا التاريخ الميلادي يمكن أن نعرف التاريخ الهجري ونحسب له لكن هو احنا نقول له يرجع إلى التقويم فيشوف 6/7 هذه والله إيش 6/7 نعم 6/7 كم تقابلها الشهر القمري الهجري يعني وإذا كان هي الموت موت الزوج بعد الفجر يلغى ذلك اليوم وإذا كان هو قبل الفجر يحسب اللي من الغد هذا نعم وبعد ذلك ننظر إذا كان هو من أول الشهر يحسب 4 أشهر و10 أيام وإذا كان هو في النصف
وسط الشهر هكذا بعد 4 أو 5 أيام 15 هذه تحسبها وتشبه الشهر هذا هل هو كامل ولا ناقص. فإذا كاملا يعني تحسب له كم أخذت فيه من الشهر الأول ثم الشهر الثاني والثالث والرابع الوفاء هذا ما يهمكش فيه ناقص أو زائد وإنما تنظر الأخير الأخير حتى تكمل يعني 40 يوم بالعدد اللي من الشهر اللي توفى فيه الرجل تكمل على أساس 30 يعني لنفرض أنهم 13 يوم في الشهر ويبي كم باش يحصل 40 يبي 27 يوم فلما يوصل 27 في الشهر الأخير بكل خاطي الكاملات والنقصات يعني نكمل لها 40 يوم بغروب الشمس تخرج من العدة لكن الآن ليس لدي تقويم حتى أضرب الحساب. نعم نعم يعني لكن هي المسألة واضحة إذا يعني نعم. إذا كانت في منتصف الشهر يحسب الشهر هذا وبعد الأشهر الثاني والثالث والرابع ما عاش ينتبه يحسبها كشهر كاملا أيوة. وبعد يتمم الأربعين يوم من الأخير بكل اللي ما دخلش إلى الآن. أيوة طيب الأخت أم محمد تسأل تقول إن أختها تمر بأزمة هي وزوجها فتقول ماذا ما الواجب عليها أن تصنع في هذه الأزمة احنا ماذا نقول لها والله قضيتها يعني احنا ندعو الله سبحانه وتعالى يوفق بينهما ان كانا مستقيمين نعم ونعرف المرأة ماذا عليها ان تفعل هذه اختها وهذا زوج اختها ما عندناش ما نسمعه الا العلاقات يعني لازم تكون بين مسلم ومسلمة وخصوصا الازواج يعني والرباط الزوجية رباط النكاح وصفه الله سبحانه وتعالى يعني بأنه ميثاق غليظ وبالتالي ليس سهلا التفريط فيه وإحنا الآن في المنبر هذا ما نسمع إلا طلقني وطلقته وإلى آخره للأسف الشديد يعني الطلاق هذا لا يؤتى إليه إلا في الظروف الحالكة آخر حل يعني بعد دراسة والنبي القرآن الكريم جعل الطلاق مرتين هذين فيهن حل ثم بعد ذلك الثالثة لا حل لها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني الطلقتين لولا رجعيات بكلمة يرجع الرجل زوجته وفيها شروط وخصوصا إذا طبق السنة يعني بحيث ما لا يأتي بالأخرى في نفس الوقت ولا يطلق في طهر مسها فيه إلى آخره كل هذا تدريب للتفكير في هذا الأمر مش فجأة غير كان يعني بضاعة في السوق لوحتها وكذا فيلزم الناس تنتبه لخطورة هذا الأمر. نعم نعم. طيب شيخ الأخت سامية من الزاوية عندها سؤالين السؤال الأول تقول كيف أحافظ على استقامتي تقول أحيانا يعني تستقيم وتصلي وتقوم الليل وكذا وأحيانا تفتر همتها فتقول كيف تجد هذه الشحنة الإيمانية اللي تخليها دائما تحافظ على استقامتها. إذا كانت تقصد بالاستقامة يعني قضية النوافل والزيادات الأخرى شكل وإذا تقصد بالفرائض هذه مسألة أخرى إذا كان الفرائض هذه لابد من الحفاظ عليها مهما كانت الأمور. نعم لابد من أن يعني الإنسان يضغط على نفسه ويطبق حكم الله سبحانه وتعالى ويجتنب معاصيه ما إذا كان القضية معناها فيها تطوعات وفيها كما ذكرت شحنة إيمانية زائدة وكذا هذه القضية بتلاوة القرآن وبالدعاء وبمصاحبة من يحثها على ذلك ويساعدها عليه لأن الناس فريقان فريق يعني يحضك على الخير ويساعدك عليه وحتى لو نسيت قليلا يذكرك ذلك وهذه تجدها في دائما نضربه في المثل هذا إذا سافرت من مكان إلى مكان إذا سافرت مع ناس مستوية يذكرونك بالله سبحانه وتعالى في كل لحظة حتى إنه يعني ينظر لساعته بين الحين والآخر هل الظهر وصلاة ولا وفي أي مسجد سنصلي إلى آخره وإذا ركبت مع الأشرار أو مع من لا يلقي بالا لقضية الاستقامة فإنه لا يذكر هذا الأمر بتاتا فأنت قليلا قليلا تضيع منك هذه المسألة فقضية صداقة الناس الملتزمة مسألة مهمة. نعم تذكرك يعني الناس يذكرونك بالآخرة فالمرأة هذه ننصحها بأنها إذا كانت هي
مختلطة ببعض النساء التي يعني لا يهمهن أمر الدين أو كذا، يجب أن تبتعد. يعني أول خطوة في توبة الإنسان ورجوعه إلى الاستقامة هي التباعد عن الخلطة السيئة، هذه أول مسألة. ثم تكثر من مدرسة القرآن والدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يتقبل دعاء. نعم نعم. طيب السؤال الثاني شيخ، تقول ما حكم منع أهل الزوجة للأرملة، أهل الزوج للأرملة أن تتزوج بعد وفاة ابنهم؟ ما سمعنا بهذا القضية. قضية إذا انتهت عدة المتوفى عنها، يعني سواء كانت العدة بالحمل أو بالأربعة أشهر وعشرة، فلها أن تتزوج ولا دخل لأهل الزوج في ذلك أبدا. يعني شو ماذا يملكونها عليه؟ هل ملكوها هم يعني اشتروها أو ماذا؟ يعني لا يملكون ذلك. نعم لها أن تتزوج. نعم. الأخ حسام من جنزور يسأل، يقول عنده مال ضائع، له مال ضائع وجده بعد سنوات، حكم الزكاة على هذا المال؟ لا لا لا، ليس عليه زكاة إلا لسنة واحدة. طيب شيخ، نبدأ بأسئلة اليوم. الأخ أحمد بن بنغازي يقول صاحبة صديقة دار حادث سير ومعه شخص آخر توفي، فماذا على صديقه من هو؟ الحقيقة فاتتنا نسأله يعني هل هو في حالة سير لما يقود السيارة صاحبة، هل يعني الشروط المتوفرة التي اشترطتها الدولة في من حيث السرعة، من حيث الأضواء، من حيث الفرامل، من حيث كذا كذا، يعني هل متوفرة هالأمور هذه؟ وكيف هو، هل انقلب انقلابا في سيارته أم دخل فيه أحد يعني هجمه أم ماذا؟ يعني إذا كان هو الغالط بأسلوب معناها العامي، إذا كان الغلطة منه هو، يعني هو عليه الدية والكفارة، إلا أن يتسامح فيها أهل الميت فبالنسبة للدية، أما الكفارة فلا بد منها. صيام شهرين متتابعين. أما إذا كان هو ليس مخطئا بأي حال من الأحوال، لنفرض أنه هو يعني واقف خارج الطريق وجاء واحد من طريق أخرى أو من نفس الطريق فدهسه وكانت النتيجة أن توفي من بجانبه، فلا شيء عليه. وهدر. يعني أنه هو ما يكونش مشارك في هذه في هذا الحادث بخطأ ولو بشيء قليل. نعم نعم. الأخ محمد من الزاوية يقول تهجم علي شخص أمام بيتي فضربته فأصيب بعد يومين توفي، فيسأل ماذا عليه؟ احنا لا نعرف التفاصيل. كلمة التهجم أنا ظننتها في الأول إلا أن شرحها، ظننته أنه قال فيه كلام سيء في مجمع أو كذا تهجم عليه، لكن هو هجم عليه صائل هذا يسموه. ننظر إلى قضية شنوع التهجم هذا، الهجوم هذا، يعني أحيانا يكون قال له كلاما قبيحا أو هدده أو شيء من هالقبيل ثم تركه شكل، أم أن هذا يعني يريد أن يقتله وقد أمسك بسلاحه أمام وخشي خشية شديدة أن يموت إلى آخره، فهذا دفاع عن النفس فلا شيء عليه. أما إذا كانت الأولى يعني هو يتكلم كلام حتى سيء مثلا ولم يصل إلى قضية إشهار السلاح عليه، فيعني ما كان ينبغي له أن يطلق عليه النار، لكنه على كل حال إذا انزلقت يده على سلاحه أو حجز من هذه، يعني هذا نوع من القتل الخطأ وعليه الدية وصيام شهرين متتابعين. الله أعلم. طيب الأخ عمر يسأل يقول أن ابنه رضع من أمه ثم تزوج ابنة خالته. يعني هو رضع من جدته، جدته أمه وبعدين تزوج بنت خالته. إذن خالته هل يصير صبحة أخته؟ نعم أخته في الرضاعة. صارت أخته من رضع، وإذن البنت اللي تزوجها صبحة بنت أخته، وهذا لا يجوز بتاتا. فإذا كانوا متأكدين من هالمسألة هذه مش كلام هيك وخلاص، نعم، لأن قال لها كم هو 30 سنة. كيف المسألة تطرح بعد 30 عاما؟ ولهم أولاد ولهم كذا، لابد. على كل حال إذا كان هذه ثابتة فيجب أن يفسخ العقد
كل واحد يمشي على حاله، ولا أولاده يلحقون به. نعم، ما يأثر هذه المسألة، ويستغفرون الله سبحانه وتعالى على ما فعلوا. نعم نعم. لكن شيخ، قضية عدد الرضعات هل هو مؤثر في هذا أم لا؟ عند الإمام مالك ولو مصة. نعم، هو ما قالناش على التفاصيل. إذا كان هي القضية على كل حال الحيطة هي هذه، وإذا كان هي المسألة بالطول هذا وترتب عليها أمور لا بأس أن يقلد من قال يعني 5 رضعات أو 10 رضعات، لكن إذا كان هي يعني رضعات مشبعة انتهينا يعني. كل لكن حال. هو يعرف التفاصيل يعني، لابد يعرفها هي. لو يسأل مرة ثانية أو مثلا يأخذ هذه التفاصيل ويقيسها على نفسه. ايه نعم، أو جدته تعرف التفاصيل إذا كانت حية. الأخت ياسمين من صبراتة تسأل تقول حكم حضور الأفراح التي فيها غناء وموسيقى. أي واضحة هي قضية المرأة المستقيمة تبتعد عن هذه الأفراح التي وصفتها بهذا الوصف. نعم، إذا كان فيها، ما هي القضية لعلها تحدثت حتى عن منظومات أو شيء من القبيل. منظومة الغناء. الغناء نعم، الغناء القبيح هذا ممنوع، لا تحضره ولا تفعله. والإمام مالك جوز قضية عدم الذهاب حتى من الرجال إلى الأماكن، أماكن الأفراح، مع أن عنده هو دعوة النكاح واجبة التلبية، تلبي هذه الدعوة، لكن إذا كان يعني فيها منكر قال لا تذهب إليها ولا شيء عليك. نعم. في حتى الأخت أمان من صبراتها نفس السؤال، تقول هي ما تسمعش في المنظومات لكن تسمع نوع آخر من الغناء في الأفراح، فتسأل عن حكم هذا. هذا يعتمد إذا كان الغناء هذا لا نعرفه، إذا كان فيه كلام قبيح هذا ممنوع. إذا كان العلماء داروا له ثلاث قيود: الكلام القبيح، والكلام الذي يذم من لم يجوز ذمه، أو يمدح فيه من لم يجوز مدحه، هذه ممنوعات. وإذا كانوا كلام عادي، وصف لي لا أعرف الطبيعة لكذا، فهذا ما فيه شيء إن شاء الله. طيب. خصوصا من النساء في الفرح. نعم. الأخت أم محمد من سبها تقول حلفت على لحم الدجاج، قالت يعني صيغة قسمها امتنعت عنه، فقالت إذا أكلت لحم الدجاج كأني شربت من دم أبي. قالت زوجها قال لها لا، أنت مفروض تأكلي لحم الدجاج وأنا ولي أمرك ولازم تأكلي. فتقول ماذا تصنع هي؟ قالت قسم بهذا. لا، قالت هي إذا أكلت لحم الدجاج كأني شربت من دم أبي. ما عليها شيء، تأكله وتعزمنا. الأخ أبو محمد من طرابلس يقول أخوه تزوج بعد 3 سنوات، ولكن بعد 3 سنوات طلق زوجته وعنده منها طفل، وهي طالبت بأثاث المنزل، فيقول هم قضيتهم أمام المحكمة والمحكمة تمتنع أن تصدر حكم فيها، رغم أنهم متفقين تماما على الطلاق، لأن زوجها ما بش يتنازل على أثاث المنزل، يقول هذا من حقي وهي تقول هو من حقي. هذه قضية يسميها الفقهاء تنازع يعني أثاث البيت، يعني ما في البيت من أشياء أحيانا تكون تخص الرجل وأحيانا تخص المرأة الزوجة، وأحيانا يكون لا تعرف، يعني يستعملها هذا وهذا، إلا إذا اتفق على أن هذا من خصوصيات الزوج وهذه من خصوصيات الزوجة. بالنسبة لما يصير بيناتهم خصام ويقوم القضاء بالفصل في المسألة هذه، في أشياء هذه عرفا للزوجة، وفي أشياء عرفا للزوج، وفي أشياء يمكن للجميع. نعم. أما ما كان للزوجة فيجب أن تأخذها إلا إذا تنازلت، والأشياء التي للزوج يجب أن يأخذها إلا إذا فرط فيها وأعطاها لزوجته للخلاص من هذا المازق. والأشياء المشتركة هذه لابد أن يتفاهموا فيها أو يقتسمانها. نعم، فهذه المسألة يعني الأثاث في العرف تقريبا يعني لمن هذه تختلف من بيئة إلى أخرى. أيوة، فيه الأثاث تجي بالزوجة لبيت الزوجية، صحيح، بل في بعض البلاد الإسلامية
كل الأمور من صغيرها وكبيرها كلها تقوم به الزوجة. وفيه مناطق أخرى بالعكس، من الإبرة إلى ما شاء الله يأتي به الزوج. الزوج فالقضية تتبع الأعراف هذه. نعم نعم. طيب السؤال، الأخت حميدة من بغازي تقول قراءة الصلاة في سورة الفاتحة، قرأت في الركعتين الأوليين من إحدى الصلوات، صلاة رباعية يبدو، لسورة الفاتحة ونسيت قراءة الفاتحة في آخر ركعتين، تقول حكم هذه الصلاة؟ هذه القراءة نسي سورة الفاتحة في الركعة الأخيرة، مشهور مذهب المالكية في هذه المسألة بالذات، هي غريبة، وهي أن قضية أن تسجد قبل السلام، لكن هذا فات أوانها لنا السؤال بعد أن وقعت، وإعادة الصلاة الآن معاش عندها إلى الأخير، وهي أن تعيد صلاتها وحسما للموضوع، لأن هذا مذهب مالك أولا. ثانيا يعني يا أكثر العلماء عندهم يعني صلاة الفاتحة واجبة في كل ركعة، قراءة الفاتحة في كل ركعة واجبة. أيوة. هذا أغلب العلماء. نعم. طيب الأخ فتحي من طرابلس يقول والده توفي والدته ما زالت حية وعنده مؤخر صداق، فيقول قضية المؤخر صداق اللي تحدثنا عنها في البداية كيف يخرج، يعني هل هو دين في ذمة والده؟ هو دين في ذمة والده، ويعني كانوا سجلوا فيه حتى في العقود القديمة، إما في المحكمة أو عند الذي يعقد العقود الزواج وكذا، المدون. وقديما بكل يعني ناس معينين كانوا يوثقوا في المسائل هذه، فيرجع إليهم إذا كانت الأمور شفوية، ويعرف كم هذا هو الزوجة هي اللي حية، الزوجة ما زالت حية. نعم أي نعم. إذا هي أدين على كل حال لها أن تتنازل عنه صغارها والله الغير الورثة، ولها أن تطالب به، فيخرج يعني هذا كدين، يعني بعد الحقوق العينية يسموها، يعني ما عندها ننظرش، عندها حقوق عينية على كل حال. ثم بعد ذلك مؤن التجهيز، تجهيز من الميت من نعم. كفن وغسل إلى آخره، كانت بأجرة. ثم بعد ذلك الديون، وفي هذه الديون يدخل مهر الزوجة. نعم. طيب شيخ، قضية مؤخر الصداق قبل أن نتجاوزها، الطلاق هل يجب على الرجل بعد الطلاق أن يعطي هذا المؤخر؟ نعم. يعني هو دين مترتب في ذمته، يلزم بالطلاق أو بالوفاة؟ قلنا إحنا أمتى هو تطالب به الزوجة، يعني بالوفاة، وفاة الزوج مثلا، أو بطلاقه إياها. لكن في العقود في ليبيا الآن تسجل يعني مبالغ طائلة، هنا يعني والله طاولة ما هو هذا نوع من التحايل. هما يظنوا الناس على أن من يعني أكثر من الصداق المؤخر كذا كذا لير الذهب، بعض منهم سجلوا حتى 100 وربما حتى أكثر لا أعرف. هنا كانت منطقتنا لا تزيد على يعني قضية رطل من الفضة ولا 4 أرطال من الفضة وحزه من القبيل، يعني تمام بسيط جدا. والآن كبرت هالمسألة هذه، ويظن أولياء زوجتي أن هذا يمنع الزوج من أن يطلقها، وهذه ما تنفع أبدا، لأنه قد يضارها، يضيق عليها حتى تتنازل عن ذلك أو يتنازل أولياؤها، هذا ما هوش حل. نعم قضية. طيب الأخ علي من البيضة يسأل يقول الفرق بين الوهابية والسلفية والصوفية، الفرق الشرعي بينهم. أما من حيث اللغة فأنا أعرفها، يعني الوهابية هي نسبة إلى وهاب، إلى هو النسبة إلى المضاف إليه، يعني فلان ابن كذا الوهاب، فإذا نسبت إليه تقول وهابي طبيعة الحال، لنفرض أنه عبد الوهاب، عبد هذه ما تذكرهاش في النسبة، تقول وهابي نسبة للوهاب. وقضية السلفية نسبة إلى السلف، وكلمة السلف كانت تطلق على الأجيال الأولى التي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، والأجيال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون قرني. وبالنسبة للصوفية ونسبة إلى، بعضهم قالوا نسبة إلى الصفة، وهي المكان المعلوم في
في المدينة المنورة في المسجد النبوي، وبعضهم قالوا نسبة إلى الصوف لأن كانت فرقة من الناس تلبس صوف وتتزهد في اللباس الثاني، وبعد ذلك أصبحت يعني فرق يدخلها بعض الناس ويدعون أشياء مختلطة ولا شأن لنا بهم. نعم. الأخ أبو محمد يسأل يقول كان يعمل في الدولة وبعدين انتقل إلى عمل آخر، بعد فترة تفاجأ أن عنده ازدواجية في العمل وله راتب ينزل يعني فترات طويلة، ماذا يصنع به؟ هذا تكلمنا عليه في أكثر من حلقة وقلنا إن يعني الوسيلة الوحيدة هي إن استطاع أن يرد هذا المال إلى مكانه ويرجع بسلام. ويعني كان مصرف المركزي قد عمل يعني رقم حساب يستقبل فيه هذه المبالغ التي يريد أصحابها أن يتخلصوا منها إن استطاع ذلك، وإن كان يشك في ذلك وربما تتلقفه الأيدي بدل من أن يكون هذا المال عنده يأخذه آخرون لا حق لهم فيه، يجب أن يصرفه في المصالح العامة في طريق أو مدرسة أو مستشفى أو مستوصف مكان يعني يستفيد منه الناس، يستفيد منه المجتمع. نعم. طيب شيخ، سؤالنا الأخير، المطلقة الأخت تسأل تقول طلقها زوجها 3 طلقات، الطلقتين الأوليين أرجعها دون لفظ الرجعة، فما حكم ذلك؟ والله هي القضية فيها إشكال، هذه من نفس المسألة من الطلاق الأول هذا بدون رجعة، كيف يرجعها بدون رجعة؟ يعني أرجعها بالفعل دون القول، قلنا أرجعها بالفعل، هذا ابن وهب قال هذا يقوم مقام النية والقول، هي وبالتالي تعتبر دخلت يعني كأنه طلقها مرتين ثم طلقها ثالثة، خلاص هي في كل الحالات انتهت أمورها بائنا بيننا. وحتى لبعض الناس الذين يعدون الطلاق 3 في لفظ واحد يعتبر واحدة، هو مطلقها 3 في مجلس واحد، طلقها 3 وإنما مطلقها 3 تطليقات متفرقات، وبالتالي هذا الناس كلهم يقولون إنها انتهت. نعم. بارك الله فيك شيخ، انتهى وقت الحلقة، جزاك الله خيرا ونفع الله بكم. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي يوم الجمعة القادم إن شاء الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى، فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى، وفقه الدين مشكات يزيح الهم والبلوى.